عاشت تونس في العشرية الأخيرة عديد الأزمات اللي تمكنت من تجاوزها وإلا التخفيف من حدتها من خلال التوافق والحوار، وكانوا الفاعلين السياسيين عن طيب خاطر أو دون يقدموا تنازلات ويجلسوا مع بعضهم ويتوصلوا لاتفاق ولا توافق حتى وإن كان مخشوش وإلا ظرفي، فإنه ساهم في تجاوز عديد الأزمات والمحن. لكن في الوضعية الراهنة لا فما لا تحاور ولا فما لا تنازل، بالرغم من أنه التنازل هو من شيم الكبار كما قال نور الدين الطبوبي. في الأوقات الحرجة بتبت الحال تظهر القمع، وبعض التنازلات تعتبر من شيم الكبار ولا تعتبر معناها ضعف، واللي ثم إذا ثم خطوة في تنازلات هي في اتجاه مصلحة الدولة ليس إلا. سمحني سينور الدين، التنازل من شيم مشكون؟ من شيم الكبار. الكبار كان تحكي على اللي عنا، ننصحك شوف كلمة أخرى، لأنه اللي عنا قاعدين يتصرفوا. قول أنا صبياني بحقيقة، صبياني بكلهم. سي سيف الدين ولا كيف؟ سيدي هشام المشيشي المحترم. بالله ايش عاجبك فيه هشام المشيشي وشنو فيه تشكر؟ نشكر الوطنية متاعه، حب نشكر زيادة الصبر متاعه، ونحب نشكر قوة الشخصية متاعه. أخطأنا من الوطنية ما نجمش نشك فيها، والصبر الحق صابر، أما قوة الشخصية متاعه هذه الحق ما جبتش فيها، عبارة قلت قيس سعيد رئيس كل التونسيين. وبالمناسبة نحب أبعث رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد. سيد رئيس الجمهورية، أنت رئيس تونس الكل. شنو تعمل سي سيف؟ أبعث رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد. تبعث له رسالة وترسلك أنت هززها القضية متاع الرسالة المشبوة. سايب عليك يا سي سيف، واللي راهي شامل مشيشي كما تراه أنت سي سيف ينجم يرى أيضا أن رشد الغنوشي متحكم في البرلمان، في حين هو ضاع منه الخيط كما قال عبد الفتاح مورو. اللي قاعد نشوف فيه هو أن الأستاذ رشد الغنوشي ضاع منه الخيط، يلزم يجد لنفسه مخرجا، وهو قاعد يقدر في المخرج بشغل منه. أنا ما نتصورش وأنه هو مرتاح وقت اللي يتسب كل يوم، ولا كل واحد يعلق له على سنيه ولا آخر على كرافاته. يعني خرجنا نطور النقاش السياسي إلى الاستهزاء والتمسخير وكذا. وشكون اللي سخر من الشيخ يا شيخ؟ ولبس كرافات زرقاء، ولبس كوستيوم، ونحي جبة، ونحي اللحية، وتزين وطهر نفسك بكل العطورات بتاع باريس، وبدل فمك 4 مرات وعمل اللي تحب، ما تبدلش. منجي الراحوي ليلى عادي ما سالم منه حد، وليمت هذه خاصة مركز على المشيشي تقريبا. احكي عليه كيف ما حكيت انت سي سيف على قوة شخصيته. قلت له انت اكرمك ربي، معناها انك تكون رئيس حكومة وقت اللي كنت حتى حد ما يعرف في البلاد هذه، لكن باش يذلك ربي كي تكون تخدم شعبك، تخدم في اسياد اللي هم ارهابيين واللي هم كناترية واللي هم مهربين واللي تعمل فيه هذا كله ما يبتاه وما يقعدش بعد كيما تعدى. وبعيد على صفات سي هشام ومشروع سي قيس، ولا مشروع عم تاع سي راشد، أزمة التحوير الوزاري طوالت أكثر من لازم. الحق يظهر لي المسألة طوالت شوية، أنا زلت مش واضح علاش لم تتم دعوة السادة الوزراء اللي خذوا ثقة البرلمان إلى أداء اليمين الدستورية، وعدم دعوتهم حتى الآن لأداء اليمين الدستورية. الحق قاعد يعطل في مصالح البلاد. نبعث مكاتبة طلبت تحديد موعد لأداء اليمين، وإن شاء الله تصير استجابة لشيء هذا، ولازم حل في أقرب وقت، وهذا الحل اللي اقترحه عياض اللومي. أنا كنزيد في بلاصة نعمله كما عمل هو في المشاورات السيد رئيس الجمهورية، نجيب عدد المرافق ونعمل فيديو ونأدي اليمين ونبعثه له عن طريق البوست كهو. لكن شنو اللي يمنع المشيشي من انه يعفي الوزراء 4 اللي عليهم مؤاخذات؟ حاتم المنسي النائب عن كتله الاصلاح يجاوب. رئيس الجمهوريه لم يتحدث عن اسماء، معناه انت تو الخوف تهزلوا 4 قولك لا مش هذوم. وفي مقابل 4 وزراء اللي نعرفوهم وما نعرفوهمش، كان الرئيس يرغب في الابقاء على 3 وزراء حسب الازهر العكرمي. رئيس الجمهوريه على حد علمي كان يحب يبقي على وزير الصحة باش يكمل به مدة الكوفيد، كان يحب يخلي على وزير العدل لأنه معناها إيش معناها عمل لكم وزير، والناس تعرف العلاقة، كان يحب يخلي وزير الداخلية لا أملاك الدولة ثريا جريبي، ويبدو أنه هذا طلب في الحديث ورئيس الحكومة رماه مش غادي يعمل لي في باله. يعني الأزمة ما زالت باش تتواصل وتتعمق ما دام المشيشي قرر المواجهة والمرور بقوة وعدم التنازل مرة أخرى، وما دام عنا رئيس يعتقد أنه راهو رئيس الجمهورية مش منتخب كإمبراطور ولا ك الآلهة اليونانية ولا الرومانية، نو منتخب كرئيس وفق الدستور عنده صلاحيات واضحة حسب عياض اللومي. وعنا رئيس برلمان هو يتصرف كرئيس مش كرئيس فعلي. وفي كل يوم نسمع بتجميع إمضاءات لتقديم لائحة صاحب الثقة منه، وخسارة أنه ما تمش تقديمها نهار 6 فيفري خسارة. أما قبل ما نكمل أضحكوا
تفضل مدام عبير، هاكا سبقنا الضحكه، نسمعوك تو. كنت نتمنى انه اليوم يقع اهداء عريضه سحب ثقه ممضات كامله بالنصاب القانوني المطلوب من النواب لازاحه الغنوشي، على الاقل رد اعتبار لكل البنيات اللي هما تيتموا على صغرهم. هذا حال بلادنا، تجاذبات مناكفات ومتاجره بكل شيء، ومن ازمه لازمه ومن معركه وهميه الاخرى من عدد من السياسيين ما نجموش يعيشوا كلب المتنقعات. اما ان شاء الله يرجع لهم الشاهد، ما تتفجعش سي سيف، نحكي لشاهد الاقل، وكما قلت انت ما فاتهم شيء. ان الوطن غفور رحيم. السياسة.